النتيجه اللي هتطلع لك بيفرق جدا في البشره. اوكي ادي السلطه ماشي نحطها، ولا تزعل يا ياسر ولا تزعل اهو زي الفل. هنعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل كيكه بالبرقوق. البرقوق موجود الايام دي كتير، وساعات كتير قوي نجيبه ومبقاش طعمه حلو، والبرقوق من الحاجات اللي فيها استروجين نباتي حلو قوي. نعمل بيه كيكه. المقادير بقى بتاعتنا، هنقول المقادير اهي، بدور على الكيك اهي. الكيكه نفسها بصوا هي طبقتين، طبقه الكيك 3 بيضات فانيليا، نص كوبايه زيت، 75 جرام سكر، و130 جرام دقيق. هستعمل 3 معالق كاكاو خام ومعلقه بيكنج باودر. الطبقه اللي هي العليا او الطبقه البيضاء او الطبقه اللي هلخبطها مع الكيك، 300 جرام جبنه قريش، 100 جرام سكر، بيضايه، واربع حبات برقوق شرايح. خلاص هاجي اعمل الكيك، هجيب الصينيه بتاعتي واحط لها اهي ورقه زبده عشان برضو اشيل الكيك بسهوله، ونبتدي نشتغل. ادي هنشيل بس الحاجات عشان اعرف اشتغل. هاجي هنا ادي البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، مع الفانيليا والزيت والسكر. اوكي واضربهم كويس قوي، يعني جامد كده بصحة. وبعد كده هجيب مصفى وهنخل الدقيق مع البيكنج باودر. بسم الله. والكاكاو، الكاكاو عشان تبقى غامقة كمان. الكاكاو لو نوع كويس من الحاجات اللي ممتازة كمان، مش بس للصحة الجسدية، للصحة النفسية للست، لأنه بيبقى فيه هرمون السعادة. اوكي عايزين سباتشولا بقى. ادي كده الطبقة الأولانية اللي هي طبقة الكيك، بقلبها. دي طبقة الكيك. الصينية 22 ل 24 اللي هتستعملي فيها الوصفة دي. بصوا اهو بنقلبها لغاية ما تمتزج المكونات. تحس انها سميكة سنة، لان انا هحط فيها فاكهة وهحط فيها صوص ابيض، فلازم تشيله. خلاص اهي دي كيكة. هاجي بقى للطبقة البيضة، الجبنة القريش، بسم الله الرحمن الرحيم، مع السكر والبضاية. ممكن احط رشة فانيليا طبعا كمان. دي الطبقة التانية. وحاجي هنا بقى البرقوق بتاعي. خلينا بس نشيل الكلام ده علشان ايه تفهموا مني الحاجة اصلا. معلش. ادي شيلنا الكلام ده كله. هاجي بقى هنا، دي الطبقه البيضاء. الكيكه دي طبقات على بعضها، المفروض ان احنا نعملها بالتوت، بس التوت غالي قوي ومش متواجد على طول، فعشان كده انا قلت اعملها بالبرقوق. خلاص هحط شويه دقيق على البرقوق عشان ما يهبطش. دايما اي حاجه بنحطها فواكه مكسرات في الكيك حاولوا تحطوه على تغلفوه بالدقيق، سوري، علشان ايه
ما يهبطش معاكم. بعدين في الاخر اللون الاحمر اللي في البرقوقه مع الطبقه البيضه دي لما بتقطعوها شكلها مشهي جدا. بسم الله اهو بالراحه كده. ايوه بالراحه زي ما قلنا هي بتبقى سميكه شويه بس ايه بتطلع طعمها فظيع بالراحه. اهي بصوا مش لازم للحرف قوي هي بتفرش في الاخر يعني بس ايه بالراحه كده اهي اوكي. وبعدين هاجي بسباتشولا تانية هاجي للطبقة البيضة الطبقة البيضة دي حتى لما الكيكة تستوي بتبقى طرية فما تقلقوش لما تيجوا تغزوها عشان تعرفوا استوت ولا لأ. اهو كده اهو كده انا بحاول الدهون تبقى قليله. عملناها بشويه زيت صغيرين وجبنا قريش وبعد كده هاجي مش هاخد الدقيق كتير هروح حاطه البرقوق ممكن توت ممكن فراوله لو فراوله موجوده اللي انت عايزاه. بعد كده هجيب من الشوكولاته يعني مش كذا طبق بالمعنى الحرفي لاني هتشوف دلوقتي بصوا عايزين تفردوها على الاخر كان بيها عايزين تعملوها في النص بس اوكي خلاص حسب الشكل اللي انتوا عايزينه انا هعملها لكم ملون. وآزي كده اهو اهي وبدخلها على فرن 180 نص ساعة لخمسة وتلاتين دقيقة وبتطلع معانا زي الفل. عايزة تغطيها انا عملتها كشكل جمالي عايزة تغطيها تبقى كلها شكلها شوكولاتة لما تيجي تقطعيها الابيض ده هيبان. دي حاجة ترجعلك هحطها دلوقتي اهم حاجة اكون حاطة ورقة الزبدة عشان ما تلزقش معايا وادخلها في الفرن و الطلب مننا نقول الحاجات ولا بعد الفاصل؟ طب ماشي هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني اوعوا تروحوا في اي حته.